يثبت التغير المناخي يوما بعد يوم أنه التهديد الأكبر للبشرية الآن، ولعل ما نراه من سخونة بالأرض وجفاف حاد وفيضانات وحرائق مدمرة في أرجاء العالم دليل واضح على هذا التحدي. وبينما تستمر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الارتفاع ويستمر المناخ في التغير، لا يزال خطر الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة يلاحق سكان الأرض. فقد أدى الجفاف المستمر في شرق إفريقيا وهطول الأمطار المحطم للأرقام القياسية في باكستان وموجات الحر الشديدة في الصين وأوروبا إلى نزوح عشرات الملايين من البشر وخسائر وأضرار اقتصادية بمليارات الدولارات. إذ تكشف الإحصاءات الحديثة للأمم المتحدة أن العام الماضي شهد نزوحاً بلغ أكثر من 32 مليون شخص، في زيادة قدرها 20% عن عام 2021. ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم في العام الجاري بفعل كوارث الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية. إلا أن الخطر لم يتوقف عند البشر، فقد توصلت الأبحاث العلمية إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير بالغ الخطورة على الثروة السمكية والحيوانية. فوفق دراسة نشرها علماء بريطانيون في جامعة كولومبيا، فإن تحول الماء إلى درجات أكثر دفئاً بفعل التغير المناخي يؤثر على العمليات الكيميائية الحيوية للحياة تحت الماء، ويدفع نحو توقف نمو الأسماك. وربطت دراسة أخرى نشرتها دورية ساينس تغير المناخ بالثروة الحيوانية، إذ تدفع التغيرات البيئية سدس أنواع الحيوانات والنباتات في العالم إلى الانقراض بسبب الانبعاثات الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري. ولا يقتصر الأمر على هذه الظواهر، إذ حذر العلماء في دراسة علمية نشرتها مجلة Nature Climate Change من أن احترار الأرض المستمر سيتسبب في تزايد معدلات ذوبان الجليد بغرينلاند، إحدى أكبر المناطق المتجمدة في العالم، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات البحار عالمياً بشكل يمثل كارثة محققة. تلك المخاطر العالية دفعت المنظمات الدولية نحو دق ناقوس الخطر والمطالبة المتزايدة بسرعة التعاون والاستثمار على نطاق واسع من أجل التكيف والقدرة على الصمود، لا سيما البلدان والمجتمعات الأكثر ضعفاً للحد من نزيف الأرواح والهجرات الجماعية.